تقول السلطات الأوكرانية أنها بدأت هجوما مضادا. دعونا نرى كيف تسير الأمور وكيف ستنتهي. قادة الجيش يتخذون القرارات خلال العملية العسكرية. الهدف الرئيسي هو تحرير كامل أراضي دونباس. هذا العمل مستمر رغم محاولات الهجمات المضادة التي تشنها القوات الأوكرانية. هجومنا على دونباس لم يتوقف. الهجوم مستمر ببطء وتدريجيا، لكن القوات الروسية تكسب المزيد والمزيد من الأراضي. دعونا نوضح أننا نحارب بجزء من الجيش الروسي، لسنا في عجلة من أمرنا. بشكل عام لا توجد تغييرات على خططنا. ضم غير شرعي واستهجان أمريكي، خطوة روسية استباقية، والغريق يتعلق بقشة. استفتاء ديمقراطي الهيئة، قمعي المضمون، وكييف لن تعترف بنتيجة ما يجري. دول السبع تندد، وألمانيا تدعو لمقاطعة الاستفتاء الصوري والغير شرعي بالتأكيد. انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وروسيا تلوح بالنووي، والتعبئة الجزئية عمل غير مسؤول. حلف الأطلسي يتعهد بتكثيف الدعم لأوكرانيا، وإيران تغرد خارج السرب مجددا. رد أمريكي سريع. أمريكا لن تسكت على تحركات بوتين الجديدة، وطالما بدأت العلاقة بين أمريكا وروسيا بشكل هش وغير متوازن، لتأتي اليوم قرارات بوتين وتهدم أي أمل في اتفاق سياسي كان أو عسكري بين البلدين. واليوم تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن برد سريع وحازم إن استمرت روسيا بضم أراض أوكرانية لها. بعد الاستفتاءات التي بدأت بالفعل في دونباس ومناطق في شرق أوكرانيا، وقد أكد بايدن أن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بالأراضي الأوكرانية على أنها أي شيء آخر غير جزء من أوكرانيا، واعتبر أن استفتاءات روسيا الصورية حجة كاذبة اتخذها الروس في محاولة مستميتة لضم أجزاء من أوكرانيا بالقوة، منتهكين بذلك القانون الدولي وخاصة ميثاق الأمم المتحدة. وهدد بأن بلاده سوف تفرض مع حلفائها وشركائها تكاليف اقتصادية إضافية سريعة وشديدة على روسيا، وستستمر في دعم الشعب الأوكراني وتزويده بالمساعدة الأمنية لمساعدته على الدفاع عن نفسه ضد الغزو الروسي. مناطق التصويت الأربعة. بعد التقدم الواضح لأوكرانيا، بدأ التخبط يظهر على خطوات بوتين وقراراته. فقد بدأت روسيا بتنظيم استفتاء يهدف لضم أربع مناطق تحتلها في أوكرانيا، ومن المقرر أن يستمر التصويت في مناطق لوغانسك ودونيتسك، خيرسون وزابوروجيا التي تمثل نحو 15% من الأراضي الأوكرانية، كما تم توفير مراكز تصويت في موسكو لسكان تلك المناطق الذين يعيشون حالياً في روسيا. كييف التي اعترضت على مبدأ التصويت قالت أن التهديد والتصويت بيتم بشكل إلزامي، ويتعرض السكان لتهديدات بالعقاب في حالة عدم المشاركة. الرأي الروسي. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية في الكريملين ديمتري بيسكوف أن موسكو ستتجاوب بسرعة مع نتائج الاستفتاءات التي تجري في أربعة مناطق أوكرانية في حال كانت إيجابية. وكانت صناديق الاقتراع قد فتحت في وقت سابق اليوم في المناطق الأربعة المذكورة سابقا، وستبقى الاستفتاءات مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، ويقرر سكان هذه المناطق ما إذا كانوا سينضمون إلى روسيا أم لا. أما بيسكوف
فيقول أنه في حال كانت النتائج إيجابية ستتخذ غرفتا البرلمان الروسي ورئيس البلاد إجراءات فورية. رسالة إلى كييف. في تهديد صريح ومباشر لكل العالم، أكد بيسكوف أنه ستتعامل روسيا مع محاولات أوكرانيا لاستعادة دونباس بمثابة الهجوم على أراضيها. وقال بيسكوف أنه يجري الآن السهر على توفير الأمن من أجل إجراءات الاستفتاء في دونباس. لقد شدد بيسكوف على أن موسكو ترى ضرورة إجراء مفاوضات مع كييف، واستدرك قائلا: لكن لا مؤشرات حاليا على استئنافها. موقف الناتو من العدو الأزلي روسيا. نددت مجموعة السبع بما أسمته الاستفتاءات الصورية التي تنظمها روسيا لضم الأراضي التي تحتلها في أوكرانيا، مؤكدين أنهم لن يعترفوا بهذه الاقتراعات حسب قولهم. أما ألمانيا والتي تتولى رئاسة المجموعة فقد أصدرت بيانا قالت فيه: لن نعترف أبدا بهذا الاستفتاء والذي يبدو خطوة نحو الضم الروسي، ولن نعترف بالضم المزعوم أيضا إذا تم. أعضاء حلف الناتو اعتبروا أن موسكو تريد إيجاد ذريعة كاذبة لتغيير وضع الأراضي الأوكرانية التي تتعرض لعدوان روسي مستمر. وبالطبع فإن الأعمال تنتهك بوضوح قاس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وكان وزراء خارجية مجموعة السبع ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قد أدانوا في ختام اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التصعيد الروسي في نزاع أوكرانيا. بالنسبة لمجموعة السبع فإن هذه الاستفتاءات الصورية ليس لها أي أثر قانوني وشرعية البتة. أما حلف الأطلسي فقد تعهد بتكثيف الدعم لأوكرانيا. إيران خارج اللعبة. في سياق آخر، أعلنت أوكرانيا بأنها ستسحب اعتماد السفير الإيراني وتقلص عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في كييف بسبب استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان لها: ردا على فعل عدائي إلى هذا الحد، قرر الجانب الأوكراني أن يحرم سفير إيران في أوكرانيا من أوراق الاعتماد، ويقلص في شكل ملحوظ من عدد أفرام الطاقم الدبلوماسي في سفارة إيران في كييف.